لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نسلط الضوء على تقارير حديثة من الصحف المحلية والعربية والدولية. نقدم لكم أيضا تحليلا معمقا للقضايا التي تهم مجتمعنا والعالم. السلام عليكم. نبدأ بتقرير من صحيفة طريق الشعب الذي يكشف عن تفشي الفساد والرشوة في دوائر الدولة العراقية. تظهر الرشوة كعائق كبير أمام العدالة الاجتماعية والعمل الوظيفي، حيث تغذي الاختلافات الطبقية وتقوض الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية. تحدثت الصحيفة عن شهادات مواطنين تعرضوا لمحاولات ابتزاز من قبل موظفين حكوميين، وكيف أن بعض الموظفين الأخلاقيين لا يزالون يحاولون تقديم الخدمات بشكل نزيه وفعال. هذا التقرير يسلط الضوء على حاجة ملحة لإصلاحات هيكلية في النظام الإداري العراقي لمحاربة هذا النوع من الفساد المستشري. استشراء الفساد يجعل العدالة الاجتماعية تضمحل، لأن بعض الناس لها القدرة على دفع الرشوة واستسالها، الأمر الذي جعل ذلك عرفا في كثير من الدوائر الحكومية. إن الرشوة تجذرت في المؤسسات الحكومية حتى أصبحت جزءا من الثقافة العراقية، إلا أنها بدأت تتفاقم في السنوات الأخيرة، تحديدا بعد عام 2013، خصوصا بعد الانقسامات والاضطرابات السياسية والاقتصادية. الرشا والفساد يتعاظمان في أيام المواسم الانتخابية، حيث يستخدم بعض رؤساء الكتل وأعضائها المال السياسي في استقطاب أصوات المواطنين، ويجري تخصيص ميزانية ضخمة للدعاية الانتخابية. تلك السلوكيات تؤثر في المجتمع وتقلل من الثقة بين الأفراد والمؤسسات، وتزيد من الفجوة بين الأطراف السياسية والمواطنين. ويضيف التميمي لطريق الشعب أن القانون يعاقب الراشي والوسيط بعقوبة المرتشي نفسها. في تقرير آخر من صحيفة المدى، نتابع النقاش حول وجود القوات الأمريكية في العراق رغم الدعوات المتكررة من بعض الفصائل السياسية والمسلحة لإخراج هذه القوات. تبقى الرسالة الأمريكية واضحة بأن الانسحاب الكامل غير مطروح على الطاولة في الوقت الراهن، وأن هناك تنسيقا بين الإطار التنسيقي الحاكم والقوات الأمريكية في العراق من أجل تصحيح وضع هذه القوات المنتشرة في القواعد في العراق. يقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري في حديث للمدى إن زيارة السودان إلى واشنطن لم تحمل ملف الانسحاب الأمريكي من العراق، ولم يكن هناك إعلان من البيت الأبيض بأن هناك ترتيبات لانسحاب أو جدولة انسحاب القوات الأمريكية، وهذا يبين أن القرار الأمريكي هو لا انسحاب من العراق بل البقاء لفترة طويلة عبر اتفاقيات جديدة. ويضيف أن زيارة السودان إلى واشنطن كشفت عن التمسك الأمريكي للبقاء في العراق، وهذا الملف قد يكون أقنع بعض القوى السياسية بأن المضي بالانسحاب له تداعيات كبيرة على الشارع العراقي، لافتا إلى أن القوى السياسية لا تتداول الآن انسحاب القوات الأمريكية لكونهم يدركون جيدا أن هذا الموضوع قد يتسبب بأزمة داخلية، خاصة في ظل عدم وجود توافق وطني حول انسحابهم. الرسالة الأمريكية تبدو واضحة جدا، وقد يكون السودان أبلغها إلى الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة، ومفادها بأن واشنطن لا تريد الخروج من العراق. يناقش الكاتب أدهم إبراهيم بمقال بعنوان فشل التحول الديمقراطي في العراق، حيث يقول بعد مرور أكثر من عقدين على الغزو الأمريكي ظل الوضع في العراق بعيدا عن الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي كان مأمولا. النظام الديمقراطي المنشود والذي كان يفترض أن يعكس تطلعات الشعب العراقي بأكمله تحول بدلا من ذلك إلى نظام محاصصة طائفية وعرقية تعزز الانقسامات بدلا من معالجتها. المقال يسلط الضوء على عدة عوامل رئيسة أدت إلى عرقلة الديمقراطية في العراق، بما في ذلك التحريض على الطائفية، انتشار الفساد، التدخلات الخارجية، والتحديات الاقتصادية المستمرة. تجربة العراق تظهر كيف أن الديمقراطية لا يمكن أن تفرض من الخارج. بعد مرور أكثر من عقدين على الغزو الأمريكي، أصبح من الواضح أن الجهود الرامية لجلب الديمقراطية إلى العراق قد فشلت
ونتيجة الانتكاسات الكبيرة التي واجهت هذه التجربة، حتى أضحت العملية الانتخابية لا تلبي إرادة الشعب الفعلية. إن البرلمان الذي صوت لرئيس الوزراء الحالي هو ليس الذي تم انتخابه. يجرى التساؤل كثيراً حول جدوى الحكم الديمقراطي في البلاد مع هذا الكم الهائل من الخروقات الدستورية والأمنية والفساد المستشري. إن العراق لم يصل بعد إلى ما يشير إليه علم السياسة بالديمقراطية الراسخة، حيث أصبح التلاعب بنتائج الانتخابات أمراً مألوفاً. ولا يزال هذا الخطر قائماً نظراً لانتشار الميليشيات المسلحة والأحزاب التي تستخدم العنف أو التهديد لترهيب المرشحين والناخبين. والمشكلة الأخرى تكمن في نظام المحاصصة الذي تم تبنيه عملياً، مما شجع الفساد وتقاسم الغنائم بين الكتل والأحزاب وعمق الاختلاف العرقي والديني على حساب الهوية الوطنية العراقية. إلى مقال صحيفة التايمز بقلم بيفرلي ميلتون إدواردز يسلط الضوء على فشل إسرائيل في تحقيق هدفها بالقضاء على حركة حماس رغم العدوان المستمر على غزة لأكثر من 220 يوماً. المقاومة الإسلامية حماس بحسب التحليل ما زالت تقاوم بشكل فعال، وتوقعت خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية على الرغم من التفوق العسكري الإسرائيلي. لم تتمكن إسرائيل من القضاء على القادة الرئيسيين لحماس أو تدميرها كقوة عسكرية وسياسية. حماس المدعومة بأسلحة مصنعة مثل صواريخ الياسين ومتفجرات الشواب لا تزال تحظى بدعم قوي بين سكان غزة، وتعتبر العمليات ضد إسرائيل نصراً إلهياً. بحسب الصحيفة لن تخضع حماس ولن تستسلم، وتزعم إسرائيل أن نصف مقاتلي حماس قتلوا، لكن كتائب عز الدين القسام تثبت كل يوم أنها لا تزال قادرة على المقاومة الشرسة. بعد مرور 7 أشهر فشلت إسرائيل في تدمير حماس كقوة عسكرية وسياسية، كما أن إسرائيل لم تتمكن من القضاء على قادة حماس الرئيسيين الذين خططوا لهجمات 7 من شهر تشرين الأول أكتوبر. وحتى لو حدث ذلك، فهناك كل الدلائل على ظهور قادة جدد متمرسين في القتال ليحلوا محلهم. وحتى أسلحة إسرائيل المتفوقة مثل دبابات مارك فور ميركافا التي تبلغ تكلفة القطعة الواحدة منها 4 ملايين دولار وتزن 65 طنا تم تحطيمها وتدميرها في هجمات القسام باستخدام متفجرات خارقة للدروع تعرف باسم شواب وصواريخ الياسين 105. والأمر اللافت للنظر هو أن الدعم الذي تحظى به حماس في غزة لا يزال غير منقوص نسبيا، وأن غالبية سكان غزة الذين تم استطلاع آرائهم مؤخرا ما زالوا يعتقدون أن حماس سوف تفوز بالحرب. طوال الحرب تضررت صورة إسرائيل العسكرية التي لا تقهر بشدة، وقد سقط الآن بعض رؤساء الأجهزة الأمنية والمخابرات على سيوفهم. العلاقات بين النيجر والولايات المتحدة توترت بعد أن جمدت الولايات المتحدة جميع أشكال الدعم العسكري والشراكة الأمنية مع النيجر عقب انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المنتخب. في مقابلة مع واشنطن بوست، اتهم رئيس وزراء النيجر عليم محاما لامين زين اتهم الولايات المتحدة بتخريب العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن التهديدات الأمريكية ومطالبها بتحديد شركاء النيجر الدوليين قد أسهمت في الانهيار. وقد استغلت روسيا الفرصة لتعزيز وجودها العسكري في النيجر، ما يعكس تغيرا في ميزان القوى في المنطقة. انهارت العلاقات بين النيجر والولايات المتحدة الأمريكية، وجمدت الولايات المتحدة كل الدعم العسكري والشراكة الأمنية وجمع المعلومات عن نشاطات المتشددين في قاعدة المسيرات الضخمة شمال البلاد. واحتفظت الولايات المتحدة بنحو 1000 جندي أمريكي في النيجر في أثناء التفاوض مع النظام العسكري حول وضعهم. ونشرت صحيفة واشنطن بوست مقابلة حصرية أجرتها راشيل شاسين مع رئيس وزراء النيجر عليم حمال لامين زين، اتهم فيها الولايات المتحدة بإفساد العلاقات بين البلدين، وبأن تهديدات واشنطن بشأن من يجب أن يقيموا علاقات معها وعدم تقديمها مبررا لوجود القوات العسكرية في النيجر كان سببا في انهيار الشراكة مع الدولة في غرب إفريقيا. وأشار لامين زين
إلا أن زيارة مسؤول أمريكي للنيجر في محاولة يائسة للحفاظ على العلاقات بين البلدين وتهديداته للبلد كانت سبب انهيار العلاقات الأمنية والعسكرية. وتشير الصحيفة إلى أن الصدع في العلاقات فتح المجال أمام روسيا للتحرك وملء الفراغ، وأرسلت قوات عسكرية إلى العاصمة نيامي لتدريب القوات العسكرية في النيجر. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. بين الجمعة 10 من أيار مايو والأحد 12 من أيار مايو استمتع الناس في جميع أنحاء العالم بعروض الشفق القطبي المذهلة، حيث شهد المجال المغناطيسي للأرض أكبر اضطراب له منذ تشرين الأول أكتوبر عام 2023، كما عبثت العاصفة فائقة الشحن بالأقمار الصناعية وتسببت بعدم انتظام في شبكات الكهرباء. ووفق موقع لايف ساينس فإن الأرض شهدت أقوى عاصفة مغناطيسية أرضية لها منذ أكثر من 20 عاماً بعد سلسلة من العواصف الشمسية التي ضربت كوكبنا، وأدى هذا الحدث الاستثنائي إلى ظهور عروض شفق نابضة بالحياة في أقصى جنوب فلوريدا، وتسبب في حدوث عدم انتظام في شبكة الكهرباء بالإضافة إلى مشكلات مؤقتة في الأقمار الصناعية. أدى قصف الانبعاثات الإكليلية إلى إضعاف المجال الواقي للأرض مؤقتاً، مما مكن الجزيئات المشحونة من الشمس من اختراق عمق الغلاف الجوي وإثارة جزيئات الغاز، وهذا بدوره أدى إلى ظهور شفق نابض بالحياة ومتعدد الألوان عند خطوط عرض أبعد بكثير من المناطق القطبية للأرض عن المعتاد. نشاهد الآن تقريراً من مواقع الصحف التي اخترناها لكم. بنشارك لأول مرة خارج القاهرة في معرض دولي، هو معرض الدوحة الدولي للكتاب. وزير الثقافة جه شاف طبعاً الإقبال الكبير علينا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، فحب ينقل التجربة دي هنا نفسها. نفس التجربه بالظبط، كوبي بيست، حتى بشكل المكتبات زي ما انت شايف ده شكل المكتبات عندنا في العتبه. بس تواصلوا معانا احنا في جمعيه مكتبات سور الازبكيه وخدوا مننا بعض الاشخاص، ودي يعني يعتبر نموذج بسيط من الكتب اللي عندنا. احنا جينا اصلا ب 35000 كتاب. فانا بالنسبه لي المعرض انا بستناه بعده باليوم، مش من السنه للسنه يعني، لان ده يعني يعتبر المنفذ الوحيد لينا ان احنا نطلع على كل ثقافات العالم. اليوم انا بمثل دار طباق للنشر والتوزيع، وهي دار فلسطينيه من رام الله بالتحديد من مدينه البيره.
هاي الدار طبعا هي دار فلسطينية تهتم بالكاتب الفلسطيني وتهتم بكل أنواع الأدب والأجناس الأدبية التي يقدمها الكاتب الفلسطيني، بدءا من الرواية والقصة والشعر وصولا إلى أدب السجون لكتاب فلسطينيون أسرى موجودين داخل سجون الاحتلال، سواء حرروا أو قضوا مدتهم داخل سجون الاحتلال أو تم الإفراج عنهم أو ما زالوا بيقضوا يعني فترة سجنهم داخل سجون الاحتلال. معرض الدوحة الجمهور بيتنوع ثقافته، ما فيش سبوت معين على الرواية، على التاريخ، على السياسة، على كتب العلمية، على كتب علم النفس، فبيتنوع ثقافة القارئ هنا الموجود، فبيدي مجال أكتر لدور النشر اللي هم تنوع الثقافة اللي عندهم أو الأدب اللي عندهم أو الشغل اللي عندهم للقارئ الموجود هنا في معرض الدوحة دولة الكتاب يعني. نلقاكم بإذن الله.